لطالما كان الكسكسي من الأكلات التقليدية الرئيسية الحاضرة في موائد الأسر الجزائرية، لتحتفي مدينة شلف به على طريقتها الخاصة عبر تنظيم مسابقة لاختيار أحسن طبق قدمت فيها المشاركات أجود ما أبدعته أناملهن. الطعام هذا كل أسرة وعندها اللمسة الخاصة كيف تطيبه، ما كانش فيه شروط كثيرة اللي حددناها للسيدات، وإنما كان فيه أولا طريقة التقديم، الذوق والطبق اللي تحط فيه السيدة الطبق نتاعها. كانت منافسة بينهم بين الطبق التقليدي والطبق العصري، يعني هو يقعد الكسكس الأصيل مي في طابع في حلة عصرية وفي حلة يعني بطابع حلة الأصيل. الإبداع واللمسات العصرية كانت حاضرة خلال المسابقة عبر تقديم طبق الكسكسي في شكل جديد بلمسات عصرية للأسرة الشلفية مع الحفاظ على الذوق التقليدي. كل واحد كيفاه يدير الطعام، كان طعام القمح، طعام الفتول، طعام الشري، طعام كل واحد وطبق بتاعو. قدمت الطبق تاعي على شكل كسكس عصري، هو تقليدي مي في الدغيساج تاعو درتو عصري، كان درتو بالحنبقري والمرقة وطعام نورمال، شبحتو بالقرفة اللوز هكا وقدمتو مع جو عصير منزلي. المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من قبل الزوار الذين أجمعوا على أهميتها في الحفاظ على تقاليد الأسرة الشلفية في الطبخ. يعني هذه المبادرة نستحسنوها ونتمنى إن شاء الله تكون مبادرة أخرى، واللي معنا وتكون هنا مسابقات أو فيما يخص الأكلة الشعبية بصفة عامة. أنا زائرة من ولاية غليزان، جينا نشاركوا إخواننا في ولاية شلف هذه التظاهرة اللي تعبر على حب مواطني ولاية شلف على تقاليدهم وعاداتهم. الكسكسي ورغم اختلاف طرق إعداده يظل الطبق الأكثر شهرة في الجزائر، ويبقى الباب مفتوح لتصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.